واتفورد ليت يونايتد الدوري الانجليزي ممتاز البريمير ليغ الجوله 32 وين شاهدنا كيفاش وين نقولوا باللي اليوم وين ليت يونايتد وين يفوز يعني بالاداء والنتيجه يعني بالسكور لوز عندنا رافينا رافانيا الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه 21 اللي انتهى عليه الشوط بهدف لصفر لصالح ليت يونايتد امام واتفورد. شاهدنا الشوط الثاني رودريغو الذي سجل الهدف الثاني لصالح ليتس في الدقيقة 73، جاك يعني هاريسون الذي سجل الهدف الثاني الثالث في الدقيقة 86، يعني وين قضوا على أحلام واتفورد في هذه المباراة اللي كانت مباراة شيقة، مباراة يعني ما كاش كبير وصغير في الإنجليز، ما كاش نادي كبير ونادي صغير، الكل كي تشاهد المباراة تشاهد لعب يعني مباراة في القمة. شان روي وهو مدرب تاع واتفورد اللي دخل بخطه 4-3-3، شان كيفاش جينس ماريس المدرب تاع ليتس اللي دخل بخطه 4-2-3-1، يعني رغم انه كانت المباراه متكافئه 50% 50% نسبه استحواذ، 287 تمريره ليتس يونايتد، 265 تمريره لواتفورد، يعني كانت مباراه متكافئه. شان كيفاش وين سام اللي دخل في الشوط الثاني كريس يعني في السام يعني وين نقولوا باللي كليفن كذلك، شنا من جانب ليت يعني ايران في الحراسه ليام شنا ديغو شنا لوكا روبن ستورت يعني شاك مارتيوز يعني دانييل شنا رودريغو يعني بعد زمان النتيجه شنا كيفاش وين بن يعني في الحراسه كريستيان شنا في الدفاع سامير شنا حسن كامارا كيكو شنا عمران لويز يعني وين جوري موس شنا جاو شنا كوتشو يعني سارة، لكن بدون جدوى وين الأهداف التي سجلت شنا وين نقولوا بلي واتفورد لم يستطع عمل ولا شيء أمام خطة خاصة الخطة الدفاعية اللي كانت يعني بالقيمة تاعها. هذه هي الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليغ الجولة 32 واتفورد ليتس يونايتد.